للمبدعين اللي معانا في فن تحريك العرايس الماريونيت بكار ومي هاشم. مي يعني اولا كلميني عن تجربتك، انت بتعملي ايه وبتتعاملي ازاي مع هذه العروسه اللي هنشوفها كمان شويه؟ والله هو انا ممكن اكون محظوظه اني بشتغل اصلا في ساي بقالي اكتر من 7 سنين، فقعدت سنين طويله مش بعمل حاجه غير ان انا بتفرج بس، ويعني عندي شعور غريب مش فاهمه ايه الموضوع بيحصل ازاي بيحصل ايه. كنت بفضل دايما بتفرج بره، ابتديت ادخل اتفرج عليهم وهم بيلعبوا. معامله الباشمهندس محمد للعروسه كانت شداني جدا ان انا اعرف بيعملوا ايه وبيتعامل معاها ازاي على انها بني ادم مش خالص عروسه بقى واحنا بنتعامل مع خشب وحاجات وبتاع. فيعني حبه للموضوع شدني ان انا اركز اكتر، ابتديت احرك، ابتديت في تطور بقى، بخش دلوقتي عايزه ادخل في مرحله تصنيع. يعني الموضوع بيجذب جدا، بيخلي الواحد مشدود انه يعرف اكتر فيه. يعني